القناة الثانية تنقلكم إلى خط الدفاع الأول عن المملكة. الحزام الأمني حصن المغرب في مواجهة جميع المخاطر. Tous ces systèmes s'érigent comme un rempart pour s'opposer à toute menace et à tout trafic de tout genre. المهمة الرئيسية اللي كيقوم بها الفوج وهي التدخل السريع والإغاثة لصالح الوحدات المتمركزة على طول الحزام الأمني. جنود أبطال مرابطون متيقظون للدفاع عن حوزة البلاد. المهم هو أن المراقبة كتبقى 24 ساعة على 24 ساعة. عنوان آخر للتضحية والبطولة، محمد ورحو ضابط سابق بالقوات المسلحة الملكية. كنت مكلف بحراسة ديال الداخلة عن بعد في الكيلومتر 40، وكنت مكلف بتموين ديال المناطق الداخلية. 27 سنة من الاعتقال والتعذيب في سجون البوليساريو. بعد العصر مشيت للمنطقة ديال المطلاني، دوزنا فيها واحد الليلة ودفنوا الموتى ديالهم تما، كانوا بدا الاستنطاق والتعذيب نظرا للخسائر اللي كانت عندهم. بعد العودة سنة 2003 تطلع إلى مستقبل أفضل. كيعجبني الطبيعة هكا، وكيعجبني نعيش مع النباتات ومع الحيوانات ومع الطبيعة بصفة عامة. مرتاح نفسيا. حب الوطن عنوان كلنا أبطال في ذكرى الاستقلال الخميس ليلا.